بص هي يعني انا بالنسبه لي لما كنت لما كنت ستارت اب وكنت بشتري شركات تانية كنت كان جزء كبير قوي من مجهودي بيكون بيع نفسي بيع شركتي بيع الفيجن بتاعي اعتراف باخطاء عملناها في اكوزيشن سابقه فلما بتروح انت بطريقه فيها تواضع جامد جدا وفيها بتعامل الانسان اللي قدامك كانه شريك معاك كانه واحد يعني بطريقه يعني ما فيش فيها مبالغه ولا فيها ابتذال ولا اي حاجه بس بتعامل بطريقه انك انت very open و very direct و very honest about your problems والكلام ده كله ده بيساعد قوي ان اللي قدامك ينزل الجارد بتاعه فانت هتلاقي مثلا يعني انا الطريقه اللي بعمل بيها due diligence في الحاجات ديت ان انا اقدر اقول لك مثلا 80% من الوقت بيكون بكسر في نفسي انا بكسر في الحاجات اللي انا عملتها غلط والاكوزيشن الاخطاء عملناها والكلام ده كله ده بيعمل ايه ده بيخلي اللي قدامك الجارد بتاعه ينزل ويبتدي يبقى much more open معاك ان هو حاسس انه واحد بيكلم مع حد متواضع وفاهم وعارف اخطائه فده بيبقى دي الطريقه اللي انا دايما بقترحها ودي بالنسبه لي انا عملت حوالي 26 اكوزيشن للستار كستارت اب شركات صغيره دخلت معايا فدي الاسلوب اللي انا اتبعته بس ده في اول طلعه يا ايمن بعد كده يعني اشتغل شركتين هيعيشوا مع بعض هل في مكان لاثنين فاوندرز في كيان واحد لو انت لو انت عندك الفيجن الكبيره بتاعتك وانت شرحتها وشرحت بالظبط انت هتعمل ايه في ابسولوتلي في وبيحصل مشاكل وبتبقى مشاكل صعبه جدا ومشاكل بتبقى متضايق فيها جدا بس لو انت كنت فيري اوبن في الحاجات ديت من الاول ده بيقلل المشاكل بس طبعا العمليه مهمه جدا انك انت في ازمه انا دايما بسميها ان في ناس بيبقى دايما الثينكينج بتاعهم هيراركيال ان هو لازم ان هو بيعمل مين عنده باور عندي باور على اللي تحتيه وفي اللي فوقيه والكلام ده كله لو انت الهيراركيال ثينكينج دوت مش احسن حاجه في عالم الستارت اب فانت لازم بتتعامل مع الناس ديت ان ماتش مور كوليجيال واي انك انت بتبقى يعني مش معنى انك انت السي او انك انت الباور لا انت عندك يبقى لازم تبقى able to persuade and to sell your vision فدي الحاجة المهمة ف يعني لو انت عايز انك انت تبقى الراجل اللي بتلم الستارت اب الصغيرين دول كلهم معك